السلام عليكم، الاخبار؟ كتير منكم يعرفني بحاجه من اتنين، داميجو فات او فورمتك في البيت. بدات رحلتي على السوشيال ميديا تقريبا من سنه، عملت اكونت للتيك توك واليوتيوب بهدف اني افيد غيري، سواء بقى في الفتنس، في الانجليزي، او اي حاجه انا اعرفها عامه. والنهارده ديسمبر 6 2021، بعد سنه كامله من شغل غير متوقف على التيك توك، اكونت اتقفل. خلينا نبتدي القصة من 3-4 شهور فاتوا. الموضوع ببساطة بدأ إن أنا وأنا بشوف في الفيديوهات بتاعت الـ FYP page، لقيت فيديوهات لبنت مصرية ممثلة أفلام إباحية. طبعا زي أي حد شرقي مصري مسلم، خدتني الحماية شويتين وقلت إن إحنا شعب متدين بطبعه، كنت دايما بفكر إن أنا أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وبعد تفكير كتير قوي قررت إن أنا أعمل فيديو علشان أقفل الأكونت بتاع البنت دي، واتضح لي طبعا بعد كده إنه كان قرار غلط 100%. الناس اللي بتقول ان احنا مجتمع متدين بطبعه، احب اقولك ان الكلام ده فاكس. انا عملت الفيديو من هنا والفيديو وصل 500,000 مشاهدة في ظرف يوم واحد بس. انا عملت الفيديو من هنا بقول للناس روحوا اعملوا ريبورت الاكاونت بتاعها، الاكاونت بتاعها ما شاء الله زاد 100,000 متابع في ظرف يوم واحد بس. بعدها بيوم وصلتني رسائل تهديد كتيرة جدا منها، وفي نفس الوقت بقى اللي حزف نفسيتي جدا رسائل الشكر بتاعتها. قالت لي بالنص: انتوا يا متخلفين، كل اللي بتعملوه ده لصالحي انا. وقالت له وهي بتسخر مني وبتضحك عليا: انت عارف انت دخلت لي كام من امبارح؟ دخلت لي 20,000 دولار في ظرف يوم واحد بس. طبعا الموضوع حز في نفسيتي وقلت لا، اكيد في حاجه غلط. دخلت فعلا الاكونت بتاعها، لقيت الارقام بتاعتها ضربت للسماء. علشان كده في نفس التوقيت مسحت الفيديو ونزلت اعتذار كامل، وقلت للناس ان السلبيات بتاعت الفيديو ده كانت اكتر من الايجابيات بتاعته. عشان كده انا مسحت الفيديو. ومن هنا كانت البداية. في نفس اليوم ده جالي حوالي 4 ريبورتات على 4 فيديوهات. بس الاول قبل ما احكي لكم القصة، خليني اقول لك سياسة التيك توك ماشية ازاي. انت بتنزل فيديو، انا شايف ان الفيديو ده فيه محتوى جنسي، فاعمل ريبورت عليك، هقول للتيك توك والله فلان بيقدم محتوى جنسي. التيك توك هيجي على الفيديو بتاعك وهيتحفظ عليه مبدئيا لحد ما يعمل فاليديشن يشوف الكلام ده صح ولا غلط. والله لو الكلام ده صح الفيديو بتاعك هيتمسح وهيدي لك فايوليشن. الكلام ده غلط هيقولك معلش احنا اسفين، رجع الفيديو تاني. ولكن اللي حصل المره دي كان مختلف تماما. البنت دي بدات تقول للمتابعين بتوعها يروحوا يعملوا لي ريبورتات على كل الفيديوهات بتاعتي. لي 4 ريبورت في نفس اليوم، وكان اول بلوك يجي لي. ليه؟ علشان الفيديوهات بتاعتي فيها محتوى جنسي. خد عندك بقى التيك توك، بص على الفيديوهات بتاعتي بعد ما تحفظ عليها لقاها ما فيهاش حاجه، فعمل لي ريستور، رجع لي الفيديوهات تاني. بس هل شال البلوك؟ لا. وبالتالي الفيديو ورا التاني ورا التالت ولا الرابع، كل دي فايوليشنز عمالك تتراكم، من كلها ملاش اي اساس من الصحه، كلها غلط والفيديوهات كلها رجعت، لكن البلوكات عندي عمالك بتزيد. بصوا يا جدعان، عشان يبقى عندكم بس خلفيه عن البلوكات اللي كانت بتجيلي، ده كومنت كنت كاتب فيه ايه: بلعب محاكاه لكل حاجه زي الجيم، جالي عليها بلوك اسبوع. متخيلين؟ عشان كاتب يوتيوب تقريبا ولا ايه، حتى لو كاتب يوتيوب جالي بلوك اسبوع على كومنت زي ده، وتقريبا كان من شهر واحد. وده اخر فيديو كنت نزلته وخدت عليه فايوليشن اسبوع. ليه؟ عشان جرافيك كونتنت، حد كاني بموت حد مثلا، انت متخيل يا مان؟ بدأوا الاول ببلوك يوم، بعد كده يومين، بعد كده 4 ايام، بعد كده اسبوع، بعد كده ابقى لسه مخلص البلوك اترجع بلوك تاني. والغريب ان زي ما قلت لكم 95% من الفيديوهات ديت بترجع. ببساطة الفيديوهات نظيفة تماما، مفيش اي حاجة من الكلام اللي هما بيقولوا عليه ده. ده كده انا كصانع محتوى رياضي محطوط في جروب تيك توك اريبيا، ولي حد من ادارة التيك توك دايما بكون على تواصل معاه. بدأت اشرح لها اقول لها في 1 2 3 4 الفيوليشنز عماك بتزيد، لحد ما اتكتب لي ان الاكاونت بتاعك is at high risk، فخطر تام، الفيوليشنز اللي جايه هيبقى فيها مشكله. بدات اتعامل مع الموضوع بحذر شويه، بس برضه مفيش فايده. واخر فيديوهين اللي انا نزلتهم كانوا الناحيه. اول فيديو بتاع الكرياتين اللي انا بلحسه فيه، انا عايز اقول لكم انا شفت فيديوهات لناس منزله نفس الفكره، مش بيلحسوا الكرياتين، بيشموه، والفيديوهات بتاعتهم زي ما هي وما جاش عليها اي فايوليشن. الفيديو التاني اللي كان صدمه حتى للبنت اللي من اداره التيك توك، ان هي مش مصدقه ان الفيديو ده جالي عليه فايوليشن. حته فار كده صغنن بيرقص جالي عليه فايوليشن جرافيك كونتنت، واترزعت عليه بلوك اسبوع. مش الفكره في كده بقى، انا اترزعت البلوك من 3-4 ايام. جيت النهارده ببص على الاكونت، لقيت الرساله طلعت لي على الشاشه ان الاكونت بتاعك اتقفل نهائيا. انا عايز اوجه رساله لاي صانع محتوى بيفكر يعمل اكونت على التيك توك. بص يا ابن الناس او يا بنت الناس، لو هتعملوا اي حاجه بتفيد الناس فاحب اقول لك ان الاكونت بتاعك هيتقفل. انما بقى لو هتنزل حاجات ليب سينك، رقص وشخلعه، كل الحاجات اللذيذه دي هتوصل 1,000,000 في شهر شهرين. لو مش بس كده، هتاخد العلامه الزرقاء كمان. انا مش زعلان على كميه الفولورز اللي راحوا، كنت بتكلم في 220,000 بنتهم يوم بعد يوم لمده سنه كامله. الحمد لله انا عارف ان الارقام ديت مش ارقام في اكونت وخلاص، انا بنيت جمهور والجمهور ده هيتبعني اينما كنت. بس انت بتصعب عليك نفسك، اللي هو كميه المجهود والفيديوهات والمعلومات اللي انت قدمتها دي كلها راحت في الارض. فمن الاخر، تطبيق التيك توك ده للهلس فقط.
اشوفكم الفيديوهات الجايه.